أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الميدانية التي نبحث فيها تطورات الميدان في غزة وجبهات الإسناد. تواصل المقاومة الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في محاور غزة ولا سيما في حي تل الهوى في مدينة غزة وشرق وغرب مدينة رفح، بما تواصل دكة موضوعات الجيش الإسرائيلي في محور نسرين. في الداخل الفلسطيني المحتل نفذت عملية دهس وإطلاق نار قرب معسكرات الاحتلال في منطقة شمال الرملة عند مفترق نير تسيفي، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين. أما الضفة المحتلة وأحياء القدس المحتلة فقد شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال وعملية إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة. وفي جبهة الإسناد اللبنانية ما زالت المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع الاحتلال وتجهيزاته وانتشار جنوده ومقر قيادته العسكرية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، فيما لا تنفك صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الاحتلال في الجليل تحت وطأة الصواريخ وأسراب المسيرات الانقضاضية. من جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من الميدانية. معي هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي شربل أبو زيد وأيضا الخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية هاني الداري. مرحبا بكما ضيفي الأعزاء. سيادة العميد، نبدأ من قطاع غزة كما في كل مرة وكالمعتاد. عدد من التطورات الميدانية ما زال يشهدها القطاع سواء ناحية شمال القطاع والتوغلات الإسرائيلية التي كانت موجودة أو في رفح، وكذلك تداعيات ما حصل بالأمس في المواصي بخان يونس. ماذا لديك من جديد على الخريطة لنقرب المشهد أكثر ولنعرف آخر التطورات الميدانية؟ تفضل. يعني تحية لكم والمشاهدين الكرام. بالنسبة لما حصل البارحة في المواصي، ما تزال ترددات ما حصل لغاية الآن في المواصي، وخاصة باعتراف العدو الإسرائيلي بأن ما تم قصفه في المواصي هو القنابل الكبيرة من نوعية يعني GBU 39 وغيرها من و 49 غيرها من القنابل الكبيرة، ونعني بها قنابل 2000 رطل. في رطل يعني 921 كيلوغرام. هذه القنابل التي كان هناك نوع من النزاع ما بين إدارة الرئيس بايدن وما بين حكومة العدو وخاصة نتنياهو، ولم ترسل يعني الإدارة الأمريكية هذه القنابل إلى العدو الإسرائيلي، ولكن يبدو بأن العدو الإسرائيلي ما يزال يحتفظ بقسم منها وقام باستعمالها في ميدان النص. وميدان هذه القنابل عادة ما تستعمل لدك التحصينات، لدك الأنفاق تحت الأرض، وإنما المستغرب بأنها استخدمت في ميدان النص وهي منطقة شاطئية ساحلية. وهذا مستغرب لأن هذه المنطقة لا يوجد فيها أنفاق بطبيعة الحال، لأن إذا ما حفرنا على عمق 2 أو 3 أمتار تخرج يعني مياه البحر، وبالتالي ليست صالحة لإقامة أنفاق. فهذا ما يستدل على أن أو ما يدل على أن ما كان العدو ينوي من هذا القصف هو قتل أكبر ممكن من المواطنين الفلسطينيين. ويبدو بأن يعني الهدف هو تعطيل المفاوضات، لأننا نعرف بأن كل ما تقدمت المفاوضات وصلت إلى نقطة يعني إيجابية يقوم نتنياهو يعني أي حدث معين لتغيير هذه الأمور. وبالتالي هذا القصف حصل بهذا الهدف، ولكن المقاومة اليوم والبارحة كانت واضحة، لا توقف للمفاوضات، ولكن هذه الأعمال قد تؤثر على المفاوضات. فهذا ترددات ما حصل ما تزال. أما اليوم كانت الأمور كالتالي، كان هناك تسلل للعدو بواسطة شاحنة مساعدات وصلت إلى مفترق المشروع في هذه المنطقة، وعندما ترجلت هذه المجموعة كانت تحت مراقبة وأنظار المقاومين، وعندما ترجلت وحاولت الدخول إلى مبنى اشتبكت المقاومون معها على مسافة صفر وكبدوا العدو الخسائر، كما استعملوا الـTPG وبعض القذائف، وكان يعني كانت النتيجة تدمير مجمل هذه القوة بين قتيل وجريح. كذلك الأمر البارحة كان هناك تفجير لحقل ألغام في منطقة الشوكة هنا بقوة هندسية للعدو الإسرائيلي، وأيضا وقعت هذه القوة بين قتيل وجريح. أما في منطقة المقبرة الشرقية
فكان هناك دخول لقوة للعدو الإسرائيلي إلى هذه المنطقة وإلى مبنى. أيضا المقاومة مراقبة الأرض، هذا ما تقوم به المقاومة. رأينا في عدة فيديوهات كيف أن المقاومة تزرع الكاميرات في كل المناطق، هي تقوم بالمراقبة بواسطة الكاميرات وبواسطة العناصر الفردية. فإذا عندما اكتشفت هذه القوة التي دخلت إلى المبنى، قامت بمعالجة هذا المبنى بقذيفتين من TPG وأوقعت من بداخله ما بين قتيل وجريح. منطقة الاشتباكات ما تزال هي من تل الهوى وعفوا تل زعرب تل سلطان حي السعودي إلى الشغور، هنا إلى الشغورة في هذه المنطقة. العدو الإسرائيلي لاحظ مؤخرا بأن دباباته وملالاته تدمر بكثرة في هذه المنطقة، لذلك رأينا مؤخرا بأن العدو الإسرائيلي بدأ يستخدم الآليات القديمة من دبابات ميركافا 2 إلى نمير قديمة إلى ملالات الأمريكية الصنع نوع ميم 113، ولذلك هو حتى يعمد إلى بعض الأوقات أو الأوقات إلى تفخيخ الآليات القديمة وخاصة ملالات 113 وإرسالها بطريقة لاسلكية إلى بعض المباني لنسف المربعات وسوى. في هذه النقطة تحديدا لأنك تطرقت إليها سيادة العميد، يعني هذا تقرير عدم مراسلنا من جنوب قطاع غزة أكرم دلول رصد فيه ترك الاحتلال وتدمير المقاومة الفلسطينية لعدد من مدرعات الاحتلال، وطبعا دخلت كاميرا الميادين إلى حي تل السلطان في غربي رفح ورصدت الآليات أو بعض الآليات، وهناك آلية على الأقل ضمن المشاهد المصورة تركت من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نتابع هذا التقرير ثم نعقب. نحن هنا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، ندخل لأول مرة في هذه المنطقة التي ما زالت تشهد اشتباكات كبيرة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي. المكان خطير لكنه ينم عن صمود وعن ثبات بالنسبة للمقاومة التي حولت الآليات العسكرية الإسرائيلية إلى أكذوبة. هذه لا أعلم إن ما كانت دبابة أو إن ما كانت ناقلة جند من نوع نمر، لكن تعرضت إلى التدمير على هذه الشاكلة، قتل كل من فيها من جنود إسرائيليون على يد المقاومة الفلسطينية التي يعني سددت ضربات قوية للجيش الإسرائيلي وما زالت تسدد هذه الضربات على مدار اللحظة. المشهد هنا بالتأكيد مشهد بطولي، مشهد ينم عن رجال صدقوا ما عاهدوا الله. هذه يعني على الأرجح هي عبارة عن ناقلة جند من نوع نمر تتحول إذن إلى أكذوبة. قتل كل من قتل من الجنود الإسرائيليون في هذه الناقلة، المسيرات الآن من فوقنا، وبالتأكيد المشهد هنا خطير. الجيش الإسرائيلي طبعا قصف في كل مكان. هذه بالتأكيد هي يعني بطولات المقاومة الفلسطينية التي ما زالت تتصدى بشكل كبير للجيش الإسرائيلي في كل المحاور. نتحدث عن عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية، نتحدث عن ضربات كبيرة تتلقاها إسرائيل الفاشلة في الميدان التي ما زالت مرتبكة ولا تصب عادة جام غضبها وحقدها إلا على المدنيين العزل. يعني نتحدث عن انصهار إنجاز التعبير لهذه الآلية العسكرية الإسرائيلية التي يتغنى بها الجيش الإسرائيلي، ربما يعني دماء جنود كما ألحظ بالعين المجردة في هذا المكان. وهذه الدماء يعني تشير إلى أن المقاومة الفلسطينية التي يعني ما زالت صامدة رغم 10 أشهر من هذه الحرب المدمرة تربك الحسابات الإسرائيلية وتسدد هذه الضربات النوعية القاتلة للجيش الذي قيل في يوم من الأيام أنه الجيش الذي لا يقهر. أكرم دلول من منطقة حي تل السلطان غرب مدينة رفح الميادين. أعود إليك أو أنتقل إليك دكتور هاني الدالي خبير في شؤون المقاومة الفلسطينية. هذا المشهد بات يتكرر ليس فقط في رفح وإنما أيضا في الشجاعية على الحدود أو المنطقة الشرقية لمدينة غزة. الاحتلال ترك خلفه أكثر من آلية، ما دلالات هذا الأمر باعتقادك؟
بداية تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. أنا هنا لعلي أن أتحدث من معلومات عن مصادر في المقاومة الفلسطينية أن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من حي الشجاعية ومن حي تل الهوى هو كان بسبب عمليات المقاومة وكمان المقاومة والخسائر الكبيرة التي مني بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق. هذا أولا. ثانيا، كان هناك أهداف للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية وفي تل الهوى، ولكن هذه الأهداف لم تستكمل والعملية تعثرت بسبب تفاجؤ الاحتلال الإسرائيلي من كمائن المقاومة ومن عمليات المقاومة، مما اضطر الاحتلال الإسرائيلي إلى الهروب وليس الانسحاب من المناطق. اليوم عودة إلى سؤالك حول المشاهد التي نراها، سواء كانت في رفح أو كانت في تل الإسلام تل الهوى أو حتى في منطقة رفح، هذه تؤكد أنه الاحتلال الإسرائيلي حقيقة يعني فقد الإرادة في القتال، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، هو مستمر في إرسال رسائل للجبهة الداخلية الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر في قطاع غزة وغير قادر على استكمال عملياته، وهو متعثر عملياته في قطاع غزة، ولا يوجد رؤية لهذه الحرب ولهذا العدوان على شعبنا الفلسطيني. وهنا يريد أن يستخدم الجبهة الداخلية والرأي العام الإسرائيلي للضغط على القيادة السياسية حول انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وهذا أصبح واضح. سبق قبل ذلك الناطق باسم الجيش وحديثه، وسبق قبل ذلك الهدنة المؤقتة في رفح، واليوم نرى الاحتلال الإسرائيلي يترك آلياته المدمرة في المناطق التي ينسحب منها، وأصبحت الصورة لها كبير جدا. وأنا تقديري أيضا من الأسباب التي تجعل الاحتلال الإسرائيلي يترك الناقلات هو الخوف الكبير من المقاومة الفلسطينية، وكذلك يعني الخوف من الكمائن المركبة التي أصبحت في كل مكان. هو في كل مكان يرى المقاومة الفلسطينية تخرج من تحت الأرض، تخرج من تحت الأنقاض، من فوق المباني، تخرج في الشوارع، منه في كل زقاق، في كل حارة، في كل بيت، تخرج من كل مكان. فلذلك هو يخشى حتى خلال انسحابه أن ينقل آلياته. والأمر الثالث أيضا، هناك بعض المناطق من الصعوبة أن يخرج منها آلياته وناقلاته ودباباته، وخاصة المناطق الضيقة والمناطق المغلقة. هو يدخل فلا يستطيع أن يخرج، لأن الخروج يحتاج إلى عمليات تجريف وعمليات تمهيد لهذه الناقلات وعمليات سحبه. فهذه كلها الآليات الموجوده اصبح خوف يسكن جيش الاحتلال الاسرائيلي. الرعب هو الذي يسيطر على الاحتلال الاسرائيلي، وهنا نقول انه الاراده كسرت ووصلت لمراحل متقدمه في عمليات نعم. الكسر. لذلك هو يخشى بسحب الياته حتى لا يفقد مزيد من القتلى والجرحى ومزيد ايضا من الخسائر ناقلاته ومن جرافاته التي من الممكن أن تنقل خسائره وناقلاته ودباباته من غزة. نعم. طب سيد العميد، يعني هذه الآلية التي شاهدناها قبل قليل، يعني من الواضح أنها أصلا مثل هذا النوع من الآليات ربما هو خرج من الخدمة في الجيوش الحديثة منذ زمن، أو على الأقل لا يستعمل في معارك أو في أماكن القتال والمعارك. طب عندما نشاهد مثل هذه الآلية في وسط أو في غرب مدينة رفح، حيث المعارك الشرسة والمعارك الكبيرة وتترك مدمرة خلف الاحتلال، وهناك آلية أخرى مشابهة تقريبا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة تركت، هل هذه الآلية آلية قتال؟ هل تستطيع أن تصمد في هكذا معارك؟ والسؤال الأهم، يعني ما هي مميزاتها وسلبياتها في مثل هذه الآليات؟ هي ناقلة جند أمريكية بطبيعة الحال، ولكنها يعني محسنة نوعا ما. هي تعود إلى سنوات الثمانين من القرن الماضي. اليوم الجيش الأمريكي استغنى عن هذه ناقلة الجند هذه، وأيضا معظم الجيوش بدأت بالاستغناء عنها، أصبحت قديمة. وإضافة إلى أن قطع الغيار لهذه الآلية أصبحت يعني نوعا ما نادرة، إن كان في السوق الأمريكي أو في باقي الأسواق. العدو الإسرائيلي بطبيعة الحال لديه بعض من هذه الناقلات الجند، وبسبب خسائره الكبيرة في ناقلات جند النمر ونمير الإسرائيليات الصنع، وبدأ باستخدام إن كان آليات من صناعته وآليات يعني قديمة، أو إن كان هذه الآليات لتخفيف من خسائره من الناحية المادية. ولكن هذه الآلية لديها أو يعني الملالة
لديها نقاط اعورار كثيرة، مثلا لديها نقطة اعورار من الخلف وهو الباب الذي يقفل الآلية. هذا الباب هو يعني تدريعه خفيف ويمكن اختراقه بطلقات الرصاص، يعني الرشاشات الكبيرة، كما يخترق بسهولة من قبل الار بي جي وغيرها من المذنبات المضادة للدروع. كذلك الأمر لديها نقطة أخرى، نقطة اعورار، وهي الفتحة من فوق. هذه الفتحة أيضا تدريعها خفيف، ويمكن للمقاومين، ونحن نعلم بأن المقاومة الفلسطينية لديها مسيرات، وهذه المسيرات تحمل قنابل، ورأينا كيف أنها تلقي هذه القنابل على قوات العدو وعلى آلياته. فإذا هذه القنبلة التي تلقى من المسيرة يمكن أيضا أن تخترق هذه الآلية من فوق وأن تدمرها. الآلية تستوعب 8 جنود مع السائق، يعني 9 جنود، بما يعني حظيرة كاملة مع عتادهم القتالي، هي مخصصة للمشاة، حتى أن تدريعها الجانبي كما رأينا بالصور، قام العدو الإسرائيلي بتحسين هذا التدريع، لأن التدريع الجانبي أيضا ليس بالتحسين الكبير. وبالتالي استخدام هذه الآليات اليوم تدل على أن العدو الإسرائيلي لديه خسارة كبيرة بناقلات الجند والدبابات، لذلك بدأ يستخدم الآليات القديمة، كما أنه يدعي بأنه يختزن المزيد من الآليات الجديدة، ونعني بها نمر أو نمير، وذلك لجبهة الشمال إذا ما فتحت. ولكن يبدو بأن العكس هو الصحيح، لديه خسائر كبيرة وبدأ يستخدم المخزون القديم لديه. طب بالعودة إليك دكتور هاني، وقبل أن نتطرق أو قبل أن نناقش هذا، هناك هذا الخبر مشاهدينا الكرام، تقول كتاب القسام بأن مجاهديها تمكنوا من رصد قوة صهيونية خاصة تسللت متخفية داخل شاحنة مساعدات، وعند وصولها إلى مفترق المشروع شرق رفح ودخولها أحد المنازل، قام مجاهدوها بالاشتباك المباشر معهم من مسافة الصفر بالأسلحة الخفيفة وقذائف الأفراد وإيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح. أنتقل إليك دكتور هاني فيما يتعلق بهذا الموضوع، عندما تتسلل قوة إسرائيلية خاصة داخل شاحنات المساعدات، هذه ليست المرة الأولى، تم رصدها سابقا وكان الهدف سابقا أو نتيجة معروفة، باعتقادك هذه المرة لماذا كشفت القوى الخاصة؟ ما أهداف دخولها؟ وماذا يعني أنه قد تم رصدها منذ بداية دخولها حتى استقرارها في أحد المنازل؟ نعم، هذا يؤكد أولا ما تحدثت به سابقا وتوقعت حول أن كتائب القسام ستغير من كل إجراءاتها حول أولا عملية حماية الأسرى، وكذلك حول مراقبة الوضع في قطاع غزة من ناحية التحركات وتسلل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة من المنفذ الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أو الثغرة التي يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي المرور والتسلل من خلالها، وهو الاستخدام شاحنات المساعدات الإنسانية. وهذا يعتبر طبعا جريمة حرب أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستخدام هذه الشاحنات. اليوم كتائب القسام اليوم ما قامت به كتائب القسام يؤكد أنه هي فعلا قامت بالإجراءات التأمين والحماية، وكذلك إجراءات عمليات التوثيق وعمليات المراقبة للأسرى. أنا باعتقادي هي محاولة لتحرير أسرى لدى المقاومة الفلسطينية أو التقدم لموقع خاص قد يكون في بعض الوثائق أو بعض القيادات لدى المقاومة الفلسطينية، ولكن الأقرب بتقديري هو محاولة تحرير الأسرى، لأنه هذه العملية قريبة من العملية التي نفذت في النصيرات واستخدم من خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات الخاصة شاحنة المساعدات. وهنا عندما نتحدث عن أولا استخدام شاحنات المساعدات الإنسانية ونتحدث عن قوات خاصة، يعني أن مهمة خاصة يريد الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها، وبالأغلب وفي هذه المنطقة قد تكون كما تحدثت هي تحرير الأسرى. لذلك هذا يؤكد أن المقاومة الفلسطينية وخاصة كتائب القسام فعلا قامت بتغيير إجراءاتها، وأنها تراقب جيدا محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتخليص الأسرى وتنفيذهم. وبتقديري هذه المحاولة تؤكد أن وتقول القسام بهذه المحاولة أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع تنفيذ أي مهمة
خاصه داخل قطاع غزه، وان عيون كتائب القسام واجهزتها نعم الامنيه والاستخباراتيه ومراصدها واجهزتها للرصد هي منتبهه على مدار الساعه لكل تحركات الاحتلال الاسرائيلي. طيب مشاهدينا الكرام، هذه مشاهد نشرتها سرايا القدس لقصف مقاتليها موقع فجة العسكري وتموضعات لجنود الاحتلال الاسرائيلي في محور نتسريم بالصواريخ وقذائف الهاون. نتابع. كتائب شهداء الأقصى نشرت أيضا مشاهد من دك آليات الاحتلال المتوغلة شرق المحافظة الوسطى بقذائف الهاون من العيار الثقيلة. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه مشاهد نشرتها الفصائل المقاومة في قطاع غزة كتائب شهداء الأقصى وسد القدس لعدد من عمليات القصف القوات الإسرائيلية المتوغلة بقذائف الهاون وبغيرها من الصواريخ. سيادة العميد، ننتقل الآن إلى شمال قطاع غزة ونستعرض التطورات المتلاحقة لا سيما في منطقة تل الهوى. ما الذي حدث خلال الساعات القليلة الماضية هناك؟ نعم، يعني بحسب ما ورد إلينا بأن كان هناك انسحاب من منطقة تل الهوى باتجاه دوار النابلسي وباتجاه ما يعني باتجاه محور نتزاريم، هذا المحور الذي يعني ما تحاول قوات العدو الإسرائيلي المحافظة قدر الإمكان عليه. ويبدو بأن كل القصف وكل القتل وكل التدمير الذي يجري في كامل قطاع غزة يبدو بأن هدفه الأساسي هو تهجير
الفلسطيني، فلسطيني قطاع غزة، ودفعهم إلى الهروب خارج قطاع غزة. وهذا أيضا ما نستشفه من إعادة يعني نتزاريم هذه المنطقة، من إعادة يعني تشغيل الرصيف العائم، الرصيف العائم والقرار باستعادته. فإذا الانسحاب هو من هذه المنطقة لغاية دوار النابلسي. البارحة رأينا بأن الآليات، آليات العدو الإسرائيلي التي كانت غرب تل الهوى في منطقة دوار أبو مازن وفي غيرها من المناطق، تم تدمير معظمها، وخاصة أن كان هناك على دوار أبو مازن أكثر من ثلاث مركافة نوع أربعة تم تدميرها في دوار أبو مازن البارحة، إضافة إلى غيرها من آليات نمر وغيرها. اليوم كان هناك تدمير لآلية قبل الانسحاب وهي جيب هامر أمريكي، يعني في تل الهوى، يعني صناعة أمريكية في تل الهوى هنا في هذه المنطقة. وبالتالي يعني تحت ضربات المقاومة وتأثير هذه الضربات بشكل قوي على العدو الإسرائيلي، انسحب باتجاه دوار النابلسي وباتجاه نزارين. كذلك الأمر كان هناك انسحابات من ما تبقى من شرق الشجاعية للدبابات باتجاه أيضا يعني ناحي العوز. عندما نتكلم عن ناحي العوز، القيادة التي انطلقت منها القوات العدو الإسرائيلي بهجومها على الشجاعية. فإذا انسحابين أساسيين من منطقتين هما تل الهوى والشجاعية. أما غزة، غزة ما تزال تتعرض للقصف الجوي بشكل عنيف والقصف المدفعي أيضا بشكل عنيف، وخاصة استهداف المنازل، إضافة إلى اليوم غارات على الشيخ رضوان، وسقط في الشيخ رضوان 7 شهداء و7 جرحى. البارحة كان هناك غارات على مخيم الشاطئ في هذه المنطقة، وسقط أكثر من 22 شهيدا وعشرات الجرحى. اليوم تم استهداف منزل لقيادي بكتائب شهداء الأقصى في مخيم الشاطئ وسقط شهيدا على ما يبدو. القصف المدفعي ما زال أيضا يتركز على منطقة الصبرة وحي الصبرة، وكذلك الأمر غارات جوية على هذه المنطقة وخاصة على شمال حي الزيتون. فهذا هذه هي الصورة في شمال قطاع غزة. المقاومة تقصف كذلك الأمر المستوطنات في خارج غلاف قطاع غزة، ونعني بها ناحي العوز وسواها وزيكيم أيضا في الشمال. كذلك الأمر تقصف محور نتزاريم بالصواريخ وبالهاون الكبير، كذلك تقصف تجمعات العدو الإسرائيلي قرب دوار النابلسي على مدخل محور نتزاريم. نعم. طب دكتور هاني، يعني كما هو ملاحظ كان هناك اقتحام إسرائيلي متزامن لمنطقة الشجاعية وتقريبا لغرب مدينة غزة، أي تحديدا تل الهوى. الآن الحديث عن انسحاب، قبل أيام كان هناك انسحاب من الشجاعية، والحديث الآن عن انسحاب بشكل كامل من تل الهوى بعدما كان انسحابا جزئيا من منطقة تل الهوى. وكأن هناك تكتيك إسرائيلي يتعلق بدخول متزامن إلى أكثر من منطقة وانسحاب متزامن من أكثر من منطقة. كيف تتعامل المقاومة مع مثل هذا التكتيك الذي ربما يرى الإسرائيلي أنه يشكل ضغط عليها عندما يكون التوغل جنوبا وشرقا وغربا أيضا؟ نعم، هذا سؤال مهم. الاحتلال الإسرائيلي إن لم يحقق أهداف في هذه المناطق التي يدخل إليها الناحية العسكرية، وخاصة موضوع البحث عن جثث الأسرى أو قتل أو محاولة إضعاف المقاومة الفلسطينية، فإنه بالتأكيد يحاول أن يمارس مزيد من الضغط على المقاومة الفلسطينية بمثل هذه العمليات المركزة. ولكن أنا بتقديري المقاومة الفلسطينية ومن خلال سلوكها الميداني هي تنتبه جيدا وتعلم جيدا وتدرس جيدا السلوك الإسرائيلي، وبناء على ذلك تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي. ونحن نلاحظ كيف يتم زج بعدد بسيط من المقاتلين في بعض البقع الجغرافية وبعض تقدمات الاحتلال الإسرائيلي، ولا تزج بكامل قواتها ولا بكامل عتادها في الميدان، وهذا أصبح ملاحظ بشكل كبير جدا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هي تتعامل بالاستدراج ولا تتعامل بالمواجهة والصد والمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي. لذلك نرى
أن المقاومة الفلسطينية تحاول أن تحول التهديد الإسرائيلي إلى فرصة وإلى قتل على الاحتلال الإسرائيلي، وأن يكون الضغط معاكس، بمعنى الاحتلال يريد أن يمارس ضغط على المقاومة الفلسطينية من خلال القتل ومن خلال تدمير مقدرات المقاومة الفلسطينية ومحاولة استهداف قيادات المقاومة. المقاومة الفلسطينية تحاول أن تحقق مبدأ التأمين لقواتها، تحاول الاقتصاد بالقوة، تحاول تفخيخ الأماكن وعمليات الاستدراج وعمليات القنص دون أن يكون هناك تأثير أو تحقيق للأهداف الإسرائيلية. بذلك هي تحقق النتيجة والهدف بمزيد من الاستنزاف، أن الدخول إلى قطاع غزة من ناحية المقاومة يعني مزيد من الاستنزاف، مزيد من القتل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهنا يكون الضغط معاكس بعدد الخسائر الكبيرة سواء كانت المادية والبشرية على جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهذا بتقديري يكون فرصة لصالح المقاومة الفلسطينية باستغلال مثل هذه الظروف. ولكن الأصعب كريم هي أن الاحتلال الإسرائيلي هو احتلال يعني لا يمتلك لا المروءة ولا يمتلك الشجاعة ولا يمتلك أيضا القدرة على مواجهة المقاومة الفلسطينية وتحقيق خسائر، فيقوم مباشرة بتعويض ذلك من خلال الضغط على الحاضنة الشعبية من ناحية قتل شعبنا الفلسطيني وقتل النازحين والاستهداف المباشر واستمرار حرب الإبادة، من الناحية الثانية استمرار التدمير الحياة وكل مقومات الحياة في قطاع غزة وآخرها مستشفى المعمداني ومستشفى الأصدقاء بعد ما تم إعادة ترميمه. الاحتلال الإسرائيلي أيضا قام باستهداف، وهذا واضح أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يضغط على الحاضنة الشعبية في كل مرة يحاول أن يفشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية. طيب، هذا كان فيما يتعلق مجمل التطورات في قطاع غزة والتكتيكات الإسرائيلية وتعامل المقاومة معها. ننتقل من قطاع غزة سيادة العميد ربما إلى الضفة الغربية. نعم، ولكن قبل الضفة الغربية يجب أن ننوه بس بأن هناك كان مجزرة جديدة في أنصيرات ظهرا، حيث قصفت القوات العدو الإسرائيلي شمال أنصيرات وكان هناك مجزرة أكثر من 12 شهيدا عدا وعشرات الجرحى في أنصيرات. كذلك الأمر تقوم قوات العدو الإسرائيلي المتواجدة في محور نزاريم برشقات دائمة باتجاه المغراقة، ولكن منذ الصباح كان هناك استهداف لأنصيرات أول مرة أولى 4 شهداء والمرة الثانية 12 شهيدا. طبعا للعلم عميد هذه المجزرة الثانية هي استهداف لمدرسة تؤوي مدرسة هي مدرسة نازحين. أبو عريبان في أنصيرات، وهي مدرسة للأونروا بطبيعة الحال. نعم، استهداف دائم للمنظمات الدولية. صحيح. أما بما يختص بالضفة الغربية والداخل المحتل اليوم أيضا، يعني ربما لا تتوقف الخريطة على الضفة، بل لدينا الداخل الفلسطيني المحتل والرملة تتصدر المشهد أليس كذلك؟ نعم، كان هناك عملية يعني مزدوجة لمقاوم فلسطيني قام بعملية دهس ل4 جنود في الرملة، وثم خرج من سيارته وقام بالإجهاز عليهم بسلاحه الفردي ولكنه استشهد. أثر هذه العملية هو قتيل لجندي للعدو الإسرائيلي وآخر بحالة الخطر الشديد، يعني نوعا ما كأنه قتل أيضا، واثنان في حالة متوسطة. هي عملية ناجحة واستشهد المقاوم في الرملة. الأمور كانت على الشكل التالي بطبيعة الحال. بما يختص بالعملية التي حصلت البارحة في المواصي وفي مخيم الشاطئ، كان هناك إضراب شبه عام في كافة مدن ويعني بلدات شمال الضفة الغربية. اليوم الاقتحامات كانت على الشكل التالي، كانت في دورة، منطقة دورة، كذلك الأمر في بيت أمر وبيرين. تم استهداف بيرين، هي مستوطنة، تم استهدافها برشقات رشاشة بشكل كثيف. أما في بيت لحم فتم يعني اقتحام حسان واعتقال أحد الشباب في حسان. في شعفاط قرب القدس اقتحام لمخيم شعفاط ومواجهات بين قوات الاحتلال والمقاومين. في
أريحة، كان هناك اقتحام للديوك التحتة، وكان هناك تهديم لمنزلين وسور في الديوك التحتة. رام الله ما تزال شقبة منذ أكثر من 48 ساعة، اقتحامات لشقبة ومواجهات مع العدو الإسرائيلي، كذلك الأمر في المزرعة الشرقية. أما بمحيط قلقيلية فكان هناك استهدافات، استهداف لحاجز إلياهو، كذلك الأمر استهداف لمستوطنة الفيماشي في هذه المنطقة، إضافة إلى أن في معبر تسوفيم هذا المعبر تم استهدفت قوات العدو الإسرائيلي سيارة بداخلها شابين في معبر تسوفيم. في منطقة نابلس اشتباكات ومواجهات في يتما، كذلك الأمر في سالم. أما في جنين فكانت الاشتباكات هي في يعبد وفي داخل جنين. هذه هي الصورة الميدانية في الضفة الغربية. طيب، عودة إليك دكتور هاني الدالي، في هذه فيما حدث اليوم عملية الرملة، هناك أمر ملاحظ في هذه العمليات. قبل عدة أيام أو ربما أسابيع قليلة كانت هناك عملية في كرمائل، عملية طعن في أحد المولات، المستهدف فيها كان جنود إسرائيليين وأدت إلى قتل إسرائيلي، وهذه عملية دس أيضا المستهدف فيها جنود إسرائيليين. هل هذا الشكل من العمليات اليوم يختلف عن تلك العمليات التي كانت تجري قبل عدة سنوات وكانت أشبه ما تكون بنوع من العشوائية؟ نلاحظ أن هناك اختيار محدد ودقيق لأهداف هذه العمليات. نعم، أنا بتقديري أن المقاومة سواء كانت في الضفة أو في 48 وخاصة في الأراضي المحتلة عام 48، نعم تشهد تطور نوعي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وليكن سابقا نقول طعن، كنا سابقا نكون عمليات بشكل مباشر وعمليات استشهادية، عمليات عبوات وتفجير وتفخيخ. تحاول المقاومة في وشعبنا الفلسطيني والخلايا الثائرة في 48 أن تتغلب على كل الحواجز الأمنية وكل المحاولات الأمنية لمحاولة مواجهة المقاومة الفلسطينية. اليوم عندما نتحدث عن عملية طعن، نتحدث عن عملية سيارة وعملية تنقل، نقول بشكل واضح أن هذا تجاوز لكل العقبات الأمنية للوصول إلى حالة لا يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يدركها، عمل غير روتيني، عمل تفكير خارج الصندوق لا يستطيع أحد أن يتخيله، يفكر عمل ذاتي، دافع ذاتي، يفكر ثم ينطلق ثم ينفذ دون قدرة أمنية على الاكتشاف. وهذا يؤكد قدرة شعبنا الفلسطيني وقدرة المقاومة في الضفة الغربية على التحول وعلى التطور وعلى أيضا التفاعل مع شعبنا الفلسطيني والتفاعل مما يحدث في قطاع غزة، والأهم من ذلك هو القيام بالواجب الوطني. نعم. لشعبنا في 48 وفي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وفي الانتقام مما يحدث في قطاع غزة. ولا يمكن أبدا أن نفصل ما حدث من هذه العملية النوعية بدون لا يمكن أن نفصلها عما حدث في منطقة مواصي خان يونس، وهي بالتأكيد تأتي تزامنا مع هذه العملية ليقول شعبنا الفلسطيني في 48 أنه يقوم وأنه جاهز للقيام بدوره الوطني النضالي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا وأنا بتقديري هي نقطة مهمة جدا، تفضل. هذه العملية تأتي بعد دعوات من الفصائل الفلسطينية أمس بعد مجزرة المواصي. الأمر الأهم أيضا أنها تأتي بعد رسالة من كتائب القسام، والتي كانت بتصميم تعبيري حول وأسند هذا التصميم ودعم هذا التصميم بتصريح للناطق باسم كتائب القسام، والتي قال بشكل واضح أن كابوس الضفة، أن كابوس تحرك الضفة الغربية والقدس والخلايا الثائرة في 48 قادم لا محالة. وبالتأكيد هذا استجابة لنداء كتائب القسام، وأن كتائب القسام الآن أصبحت تركز على 48، وهذه نتيجة واقعة لما يحدث في قطاع غزة. أخيرا. نعم. أخي تفضل. نظرة المجتمع الإسرائيلي لمثل هذه العمليات، بالتأكيد هذه العملية لها تأثير كبير على العمق الإسرائيلي، على عمق التفكير الإسرائيلي، سواء كان كمجتمع أو قيادة سياسية أو قيادة أمنية أو قيادة عسكرية. النظرة الأولى، هناك فقدان للثقة بالأجهزة الأمنية والعسكرية على تحقيق الأمن الداخلي للمجتمع الإسرائيلي، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هذا يزيد إدراك المجتمع الإسرائيلي أن العمليات التي تحدث في الضفة أو في غزة
لا يمكن أبدا أن تجلب الأمن والأمان للاحتلال الإسرائيلي. أخيرا، كل الاستراتيجيات التي نفذتها الحكومات الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة في غزة لا يمكن أبدا أن تجلب الأمن. ونحن هنا نستذكر أنه العملية التي حدثت في 2022 وخاصة كسر الأمواج ثم بعد ذلك طنجرة الضغط وقبلها جز العشب واستمرار في هذه العمليات، كلها انعكاسها كان وكل المقاربات العسكرية كان فاشلا، والعملية جاءت هي أن شعب الفلسطيني يتحول ويتغير ولا يمكن أبدا أن يسكت ولا يمكن أبدا أن يتم تطويعه إلا بالانتقام. أخيرا، الاحتلال الإسرائيلي وهي نقطة مهمة بهذه العملية فاشل فاشلا ذريعا في محاولة فصل أهلنا في الثمانية في الأراضي عن القيام بواجبهم الوطني تجاه شعبنا في الضفة وفي غزة، فشل فشلا ذريعا. وأهلنا بالضفة اليوم يقولوا أهلنا بالثمانية واربعين، نحن كلنا جغرافيا واحدة، نضال وطني واحد، واجب وطني واحد، الكل يتخندق في بوتقة واحدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان. طيب، هذا فيما يتعلق بالعملية الأخيرة في الرملة. سيادة العميد، لدينا أيضا جبهات أخرى مشتعلة ولا تقل سخونة عما يحصل في قطاع غزة والضفة الغربية، الجبهة الجنوبية للبنان، الشمالية لفلسطين المحتلة. باستعراض سريع لمجمل تطورات هذه الجبهة على مدار الساعات 24 الماضية. نعم، سنبدأ من القطاع الشرقي. بالقطاع الشرقي كان هناك استهداف لرويسات العلم من قبل المقاومة، ثم استهداف أيضا لتلال كفرشوبة. تلال كفرشوبة من ناحية العدو الإسرائيلي، يعني مقابل الصماقة والرمتة، يبدو كان هناك هدف قامت المقاومة بقصف هذا الهدف. ثم كان هناك استهداف لمعيان باروخ. معيان باروخ تم استهدافه بفلق، ويبدو يعني لم نعرف إذا كان فلق واحد أو اثنان، ولكن بصاروخ فلق، وهو يعني معروف هذا الصاروخ. ما الفرق بينهما عندما نقول الفرق بأن وزن الرأس المتفجر بفلق واحد هو 50 كيلوغرام، أما فلق اثنان فرأس المتفجر هو 120 كيلوغرام تقريبا، 117 كيلوغرام، والمسافة الرمي ما بين فلق واحد هو تقريبا 10 كيلومتر، أما فلق اثنان فهي 11 كيلومتر، يعني كيلومتر واحد. وبالنسبة للعيار، فلق واحد هو عياره 240 مليمتر، أما فلق اثنان فعياره 333، يعني لذلك فالرأس المتفجر بفلق اثنين هو أكبر. كذلك الأمر كان هناك استهداف لبيت هلل في هذه المنطقة أيضا برشقة صاروخية، وأيضا كريات شمونة رشقة صاروخية. بيت هلل أيضا كذلك الأمر بصاروخ فلق، وأيضا لم تحدد المقاومة ما نوعية الصاروخ التي يعني رمته على بيت هلل، كان فلق واحد أو اثنان. كذلك الأمر بالنسبة لمرجليوت، كان هناك استهداف لمنطقة مرجليوت بالأسلحة المباشرة على مبنى في مرجليوت، وتم تدمير هذا المبنى. أما في المطلي فكان استهداف لمنطقة المطلي بصاروخ جهاد. صاروخ جهاد هو صاروخ تكتي غير موجه، ولكن بطبيعة الحال عندما نتكلم عن المطلي هي منطقة منظورة، ويعني الهدف منظور، يتم التسديد بشكل يعني شبه مباشر على الهدف وإصابة الهدف بصاروخ جهاد الذي يتكون من رأس متفجر من 120 كيلوغرام من المتفجرات. وهذا ما يعني بأن قوة التدمير التي حصلت في المطلي هي كبيرة من خلال هذا الصاروخ. فإذا هذه كانت استهدافات المقاومة اليوم. العدو الإسرائيلي استهدف منطقة تل دبين قرب الخيام، ما بين الخيام ومرجعيون. كذلك الأمر استهدف كفركلة، واستهدف بعد كفركلة استهدف العديسي وحولة والطيبة. كذلك الأمر في هذه المنطقة، كل هذه المنطقة وبليدة استهدفها بالقصف وبالطيران. فإذا هذه كانت الميدانية في القطاع الشرقي. في القطاع الأوسط كان هناك استهداف ل يعني نقطة واحدة، ومن ثم كانت طائرات العدو أو طائرات المقاومة، عفوا طائرات المسيرات
يعني في منطقة راموت نفتالي المالكية ديشون، ولغاية صفد على عمق 30 كيلومترا كانت الانقضاضيات وطائرات الاستطلاع في هذه المنطقة. حاولت طائرات العدو الحربية التصدي لها، يبدو بأنها لم تنجح في هذه المنطقة، إضافة إلى أن كان هناك استهداف لإيليت قيادة الفرقة 91 في منطقة إيليت. أما في القطاع الغربي فكان استهداف لحنيتا، كذلك الأمر استهداف لراميا في هذه المنطقة أيضا من قبل المقاومة. والعدو الإسرائيلي استهدف منطقة الظهيرة واستهدف منطقة عيتا الشعب، كذلك الأمر المقاومة قامت بقصف تل شعر وهي هذه المنطقة المقابلة لعيتا الشعب. هذه كانت الميدانية عليه اليوم في جنوب لبنان. طيب، هذا فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، أما فيما كشفته المقاومة الإسلامية في لبنان فهو عبارة عن مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية منزلا يتموضع فيه جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولة عند الحدود اللبنانية الجنوبية. سيادة العميد، كان هذا المقطع الذي نشرته المقاومة الإسلامية في لبنان. الغريب أو الجديد في هذا المقطع هو نوعية السلاح المستخدم في بدايته. هنا عادة إما يكون صواريخ بركان، صواريخ فلق أو بعض أنواع القذائف المدفعية، ولكن هذا السلاح ربما للمرة الأولى تقريبا نشاهده بهذا الوضوح. هل لديك أي معلومات عما يمكن أن يكون هذا السلاح، عياره، مدى، وأيضا لا ننسى الدقة التي يتمتع بها؟ قذيفة واحدة هي. نعم، يعني من خلال الفيديو لا نستطيع معرفة عيار السلاح ما لم تقم المقاومة يعني الإفصاح عن ماهية هذا المدفع، ولكن نحن نعلم بأن مدفعية المقاومة هي يعني نوعا ما بمجملها روسية الصنع أو إيرانية الصنع، وبالتالي يعني هي مدفعية شرقية. المدفعية الشرقية غالبا ما يكون لديها جهازي رمي، جهاز رمي منحني وجهاز رمي مباشر. أجهزة الرمي المباشرة تكون دقيقة لغاية 4 كيلومتر أو 8 كيلومتر حسب العيار المدفع، وبالتالي يعني إذا كانت على 4 كيلومتر هي ممكن أن تصيب هدفها، لأن تدرج المنظار المباشر هو يعني متلائم جدا مع السبطانة، متلائم مع السلاح، وبالتالي يستطيع إصابة هدفه لغاية 4 كيلومتر. وعندما نرى باشتعال النيران في المنزل كما نراه الآن، بطبيعة الحال القذيفة المتفجرة تستطيع إحراق المنزل إذا ما كان هناك أثاث في المنزل، وبالتالي يحترق هذا الأساس على انفجار القذيفة، إضافة إلى أن هناك قذائف، عدة أنواع من القذائف، وأيضا هناك قذائف خارقة للتحصينات بالمدفعية المباشرة. لغاية الآن المقاومة لم تشرح أو لم تعطينا أي إشارة إلى ماهية هذا السلاح، ولكن يبدو أن هذا الفيديو هو استكمالا لفيديو المدفعية التي كانت بثته المقاومة الإسلامية في لبنان منذ حوالي الأسبوع. وهذا ما يعني يظهر بأن ما تمتلك المقاومة من أسلحة سلاح المدفعية هو
مختلف العيارات، مختلف الصنوف، وأيضا هي تقوم باستخدامه بطرق نوعا ما سرية، بوضعه بشكل مموه تحت الأرض وبرفعه في لحظة معينة، واستهداف المنازل أو الأهداف التي يكون قد تحصن بها جنود العدو، وتدمير هذه المباني وقتل وجرح جنود العدو. ومن الواضح سيادة العميد من هذا المقطع المصور أن المدفع هو مخبأ تقريبا ومحمي بشكل كبير، يعني وحتى بين الأشجار، يعني من الصعب. وهذا ما يعني ما نستشفه بأنه استكمالا لفيديو المدفعية التي كانت قد بثته المقاومة منذ تقريبا أسبوع. ويعني نشدد ونقول بأن إصابة المدفعية المباشرة هي لأن جهاز المباشر هو محكم، ونقوم بتصفير هذا الجهاز برمايات مسبقة قبل استخدامه، لذلك يكون الجهاز مصفرا على المدفع وتكون الرمايات دقيقة كما رأينا بالفيديو. نعم طبعا، ولا ننسى أن ننوه إلى الأخبار الواردة حول قيام طائرات أمريكية وبريطانية بشن غارتين على مطار الحديدة جنوب المدينة، وغار أيضا على منطقة البحيسي في مديرية الحية. طبعا وصلنا إلى ختام هذه الساعة من الميدانية، جزيل الشكر لك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد شربل أبو زيد، وأيضا هاني الداري الخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية، شكرا لك على كل ما أفدتنا به في خلال هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، هذه الساعة من الميدانية انتهت، لكن نحن على متابعة دقيقة وحثيثة لكل التطورات الميدانية في قطاع غزة ومختلف جبهات الإسناد. نلقاكم على خير، في أمان الله.